أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: الحكومة اليمنية، دفع المرتبات سيشمل جميع المحافظات بما فيها أمانة العاصمة. وفي مندب بريس: وزير في حكومة الانقلابيين بصنعاء يهدد أعضاء هيئة التدريس بالسجن. وإلى صحيفة الخليج: قوة أمنية في حضرموت تلقي القبض على انتحاري قبل تفجير نفسه بساعة. العربي الجديد: هبوط طائرة بشكل اضطراري في مطار اسطنبول بعد اشتباك بين الركاب. ومن الأخبار الأكثر قراءة: العثور على فتاة أمريكية قطفت عقب ولادتها قبل 18 عاما. والبداية من موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية، دفع المرتبات سيشمل أمانة العاصمة صنعاء. وقال الموقع إن الحكومة اليمنية أعلنت خطتها الخاصة بدفع مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وأنها ستشمل كافة المحافظات بما فيها أمانة العاصمة صنعاء. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه في عدن مع وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة صنعاء. وقال إنه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات وعن طريق مكاتب البريد وفروع بنك التسليف والصرافين بما يضمن وصولها إلى الموظفين مباشرة. ودعا المؤسسات إلى سرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة لعام 2014 قبل انقلاب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على السلطات الشرعية. اقتصاديا، عنون موقع المشاهد في صفحته الرئيسية: الحرب والبطالة تستنزف الكفاءات اليمنية وتدفعها نحو الهجرة. وقال الموقع: شكلت الحرب في اليمن وخصوصا مع استمرارها وتزايد قسوة واقع الحال بيئة طاردة للكفاءات اليمنية، فهناك مئات الكوادر العلمية اليمنية ذات المستوى العلمي المتميز والنوعي فرت من واقع البلاد الصعب. وقد فاقمت الحرب واقع حال اليمنيين وأفقدت ملايين اليمنيين وظائفهم، كما أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتعطلت حركة الاستثمار بشكل شبه كلي. ففي الوقت الذي يرى مختصون ومحللون أن الأوضاع في اليمن تتجه نحو الهاوية في ظل عدم وقف الحرب ووضع حد للأزمة وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني، تسود حالة إحباط وفقدان للأمل بشكل كبير وسط المواطنين اليمنيين. كتب اللبناني صبحي حديدي في صحيفة القدس العربي حول تقدم الجيش الوطني في سواحل اليمن، وقال في أجزاء من مقاله: زحف الجيش الوطني اليمني على ذباب والمخا مدعوما بطلعات جوية مكثفة من تحالف عاصفة الحزم ضمن العملية المسمى بالرمح الذهبي، لا يدشن أبرز المبادرات العسكرية ضد الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح على امتداد الساحل الغربي فحسب، بل يعيد إحياء الخيار العسكري بصفة إجمالية ويستأنف الأعمال القتالية ذات النطاق الواسع بعد أن توقفت عمليا طيلة أسابيع. وإذا جاز القول، كما تعلن قيادة الجيش الوطني على الأقل، أن هذه العملية الجديدة تسعى إلى استعادة مناطق واسعة تقع اليوم تحت سيطرة تحالف الحوثي صالح، بحيث يصبح استهداف تعز وإب أيسر منالا أمام نيران الجيش، فإن الغرض الآخر الاستراتيجي بدوره في الواقع يرمي إلى السيطرة على باب المندب وقطع الطريق أمام إمدادات الحوثي مقابل تسهيله أمام إمدادات الشرعية. تغفل في غمرة عجيج القتال وضجيج المعارك حقيقة كبرى يتوجب أن تقترن بكل قراءة موضوعية للحرب الأهلية في اليمن، تلك التي تقول إن العمل العسكري الذي لا يقرب الحل السياسي ولا يدني التسوية إنما يسفر عن العكس، أي صب الزيت على نار النزاع وتعميق شقة الصراع. وبهذا المعنى، فإن عملية الرمح الذهبي
ينبغي أن توضع في سياقات ما تؤثره من فرص السلام الباهتة الراكدة المتعثرة أصلاً، وليس ما تسعره من حرب ذات أوار وخراب ودمار منذ ابتدائها. عن احتجاجات أساتذة الجامعات عنون موقع الموقع بوست: نقابات تدريس الجامعات تؤكد على استمرار الإضراب الشامل وتوضح مستجدات جهود حل أزمة الرواتب، حيث جدد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية الإضراب الشامل في الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي. من جانب آخر، أدانت نقابة التدريس بجامعة صنعاء التعسفات التي تعرض لها أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب على خلفية رفضهم إقامة الامتحانات بالكلية التزاما بقرار الإضراب الشامل. وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة بأن عميد كلية الآداب قام بعزل رئيس قسم الجغرافيا في الكلية وأوجد آخرين يضعون الأسئلة بدلا عن الأساتذة الذين امتنعوا عن تسليمها. وفي ذات الموضوع، كتب موقع ماندب بريس عن تهديدات الوزير الانقلابي حازب أثناء اجتماعه بعدد من الأكاديميين المحسوبين على الانقلاب. وكشفت مصادر لماندب بريس أن حسين علي حازب الذي عين مؤخرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلابيين هدد أساتذة الجامعات بالفصل من الجامعات والزج بهم في السجون وحل النقابات وإلغائها. وأكدت المصادر أن تلك التهديدات صدرت عن حازب أثناء لقائه بعدد من الأكاديميين المحسوبين على جماعة الحوثي وصالح في عدد من الجامعات اليمنية الحكومية في محاولة منه لاحتواء الإضراب والعمل على إفشاله. إلى ذلك، أكد أكاديميون بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء أن حسين حازب لم يستكمل دراسته الجامعية في الكلية ولم يحصل على مؤهل البكالوريوس في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية كما يدعي في سيرته الذاتية. قالت صحيفة تعز المقاومة إن الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية التي أطلقها قبل أيام في مناطق الساحل الغربي في محافظة تعز والخط الرابط بين تعز والحديدة وسط انتصارات متلاحقة تحققها القوات بإسناد من مقاتلات التحالف العربي على حساب الميليشيات الانقلابية المتهاوية في المنطقة. تضيف الصحيفة: يتقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة بخطى ثابتة من عدة محاور نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، حيث وصلت بنادقهم إلى مناطق تطل على الخط الواصل إلى الحديدة من محاور مقبنة والربيعي وجبل حبشي. تتابع الصحيفة: تشهد مناطق الساحل انتصارات كبيرة للجيش الوطني الذي يقترب من مدينة المخا بعد تجاوزه معسكر العمري وسيطرته على معظم المناطق في الخط الساحلي بين ذباب والمخا. فقهاء قلع العداد. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور متحدثا عمن يحاولون إرضاء الحكام على حساب عملهم وضمائرهم. منذ زمن سحيق كان ثمة صراع ولا يزال بين أهل الحكمة وأهل الحكم، يجنح الطرف الأول إلى معارضة الطرف الآخر أو محاولة استمالته إلى سبيل الرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، فيما ينزع الحكام إلى قمع الحكماء أو محاولة تدجينهم تحت جناح العرش بالترهيب أو الترغيب أو بالوسيلتين معا. إن جوهرة الحكمة لا تركع عند أقدام الحاكم، بل العكس هو ما ينبغي أن يكون، فهذه الجوهرة هي أغلى وأعلى بما لا يعد ولا يحد من كل تجان الملوك وكراسي الرؤساء. لا يوجد ولن يوجد البتة حاكم يحترم حكيما أظهر آيات التزلف والنفاق والمهانة والمذلة وأخفى آيات الحق والحقيقة والشجاعة الأدبية. والحكمة من دون استخدام صحيح هي سقط متاع أو قبض ريح. وفي هذا البلد المنكوب بحكامه وحكمائه على السواء، تزخر الأمثلة وتكثر النماذج في تاريخ العلاقة بين السلطة والمثقف، أو بين أهل القرار وأهل الكلمة، أو باختصار بين القصر والمستشار. هتف أحدهم يوما: لا بد من قلع العداد، في إشارة بالغة المزايدة إلى الرغبة الجامحة في تمديد فترة حكم الرئيس وربما حكم نجله من بعده. فعلقت يومها
هذا لن يقلع عداد الرئيس، بل سيقلع الرئيس نفسه، وهذا ما حدث بالفعل، وهذا الذي سيحدث دائما طالما ظل جلساء الحاكم من أهل الرأي الأسود للرأي السديد، ممن يقلعون العداد في لحظة نزق سياسي أرعن أو لغاية نفعية دنيئة. موقع عدن تايم أورد في صفحته الرئيسية قصة طفلة حرمتها ميليشيا الحوثي من حياتها، وقال الموقع إن أمل عبد الخالق الضحياني ذات 6 سنوات قتلت برصاص قناصة أو قناصة ميليشيات الحوثي والمخلوع في مدينة مريس شرق محافظة الضالع. وقال الموقع إن قناصة الميليشيا تتمركز في أعلى جبل ناصا بمريس، ومنه تمارس عمليات القنص التي تطال المواطنين. تأتي هذه الجريمة بعد أسابيع من قنص الميليشيات امرأة في العقد الخامس من عمرها، حيث أصيبت بجروح بالغة في ساقها وقلبها، وقبلها قتل طفل في 7 من العمر. يتابع الموقع، يطل جبل ناصا على عدة قرى في مريس، والخط العام الرابط بين صنعاء وعدن، وتقتنص منه الميليشيات المارة بشكل عشوائي في الخط العام، حيث قتل قبل 4 أشهر لاجئ صومالي خلال مروره في الخط العام. ومن محافظة الضالع والتي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي، نقرأ من موقع الاشتراكي نت: رفع كافة النقاط غير القانونية في الضالع وتسليم القانونية منها لأمن المحافظة. وقال الموقع: أتمت السلطة المحلية بمحافظة الضالع وبمساندة الأمن والجيش وقيادة المقاومة رفع كافة النقاط غير القانونية بمحافظة الضالع وتسليم القانونية منها لأمن المحافظة. وقال المستشار الإعلامي لمحافظ الضالع والضاح الأحمدي إنه تم رفع كافة النقاط الممتدة على الخط العام لمديرية الضالع مركز المحافظة، وتم الإبقاء على 3 نقاط قانونية خاضعة لسلطة الأمن، هي نقطة نقيل ربض في المدخل الجنوبي للمديرية، ونقطة مفرق الشعيب في منتصف المديرية، ونقطة سناح في المدخل الشرقي للمديرية. وأضاف أن رفع النقاط تم بعد تنسيق مسبق بين قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ فضل الجعدي وقيادة الجيش والأمن من جهة، وبين قيادات في المقاومة الجنوبية وشخصيات اجتماعية من جهة أخرى. ونوه بتعاون كافة الأطراف في حل إحدى أبرز المشاكل التي كانت تعانيها الضالع منذ انتهاء الحرب في مايو عام 2015، والتي خلقت حالة مربكة للعمل المؤسسي وأساءت للشرف الثوري لأبناء الضالع. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وإلى أخبار صحيفة الاتحاد المتعلقة باليمن، حيث عنونت: تحذيرات من حوثنة الإعلام الحكومي في صنعاء. وقال عاملون في مؤسسات إعلامية حكومية بصنعاء للاتحاد إن الانقلابيين الحوثيين استبدلوا العشرات من القيادات الرفيعة والمتوسطة المهنية بكوادر إعلامية موالية لهم، ووظفوا المئات من عناصرهم في جميع المؤسسات الصحفية، ووصفوا ذلك بأنه مخطط لحوثنة الإعلام الحكومي، محذرين من عواقب تفشي ذلك داخل مؤسسات الدولة عبر الجهاز الإعلامي حسب تعبير أحدهم. تتابع الاتحاد: ازداد تسلط الحوثيين على الإعلام الحكومي بعد تشكيلهم أواخر نوفمبر الماضي حكومة انقلابية في صنعاء مناصفة مع حزب المخلوع. وقال سياسيون يمنيون إن جماعة الحوثي باتت تهيمن منفردة على الإعلام الرسمي في صنعاء، حتى وصل المخلوع صالح إلى العجز عن نشر خبر له في وسائل الإعلام الرسمية. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية للجيش الوطني اليمني بحضرموت
أحبطت عملية انتحارية قبل تنفيذها بساعات من قبل أحد العناصر الإجرامية الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، بينما اعتقلت شرطة عدن صانع أحزمة ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المنصورة. وقال مصدر عسكري أن وحدة خاصة من قوات النخبة تمكنت من إلقاء القبض على انتحاري في الشحر بعد أن نصبت كمينا وضبطته قبل ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه في إحدى النقاط بحزام ناسف. وقال المصدر أنه تم ضبط أدوات جريمة ومن بينها كاميرا تصوير. وأضاف المصدر أن القوة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عاما، وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة. وأشار إلى أن الانتحاري الذي تم القبض عليه اعترف بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي أثناء عملية تحرير المكلا، وظل مختفيا عن الأنظار ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار. صحيفة البيان الإماراتية تابعت الأوضاع الميدانية وعنونت: الشرعية تدحر الانقلاب على أربع جبهات وتتقدم إلى المخا. وقالت الصحيفة إن قوات الشرعية اليمنية حققت انتصارات على أربع جبهات ضد الانقلابيين في كل مرة أو في كل من الساحل الغربي والجوف وشبوة وصعدة وسط مصرع عشرات الانقلابيين من بينهم قيادات بارزة. وتركز عمليات الرمح الذهبي على فتح خطوط تقدم باتجاه ميناء المخا شمال مديرية ذباب المحررة بالكامل. وذكرت مصادر ميدانية أن عملية تقدم القوات إلى خارج ذباب بدأت بالفعل عبر تجهيز المعدات العسكرية والجنود للتحرك شمالا، حيث يوجد عدد من النقاط العسكرية الصغيرة للتمرد في الطريق إلى ميناء المخا الذي يبعد 47 كيلو مترا عن منطقة ذباب. 14 يناير الذكرى الحية تحفظ الثورة. تحت هذا العنوان كتبت أمينة الزياني مقالها المنشور في العربي الجديد، متحدثة عن الموطن الأول لانطلاق الربيع العربي الذي ما زال يواجه الأعاصير ويحاول أن يكبر وسط فوضى مختلقة. رغم الهزات والخيبات والإخفاقات التي منيت بها الثورة التونسية، ورغم أن بعض عناصر الدولة البوليسية لا تزال تحافظ على كثير من عاداتها السابقة، ورغم أن الاقتصاد لا يزال مهدداً بالانهيار والاحتقان الاجتماعي ويزداد حدة، ورغم الدم المراق والألم المستبطن في نفوس أمهات شهداء الثورة وضحايا الإرهاب، غير أن المشهد يحتفظ بجانب مشرق للتجربة التي أبهرت التونسيين قبل أن تبهر العالم، ولا يمكن لهم إلا النظر إلى إنجازهم بكثير من الإكبار. وعلى قتامة الوضع، فإن فئات واسعة لا تزال تقدم الكثير من أجل أن تتم تونس اختبار الثورة بنجاح وتؤمن لشبابها مستقبلاً أفضل. وبلا مواربة نجحت الثورة التونسية على أكثر من صعيد، نجحت بداية في الحفاظ على سلميتها، لم تسقط في فخ التقاتل والتناحر، وإن أخفقت في قلب نظام بن علي رأساً وأطرافاً فإنها نجحت في خلق ميكانيزمات ديمقراطية جديدة، أحزاب سياسية، منظمات حقوقية، إعلام حر وشارع حي. وتونس اليوم بعد 6 سنوات على قيام الثورة لا تشبه كثيراً ما كانت عليه قبل ثورة الحرية والكرامة، وهي التسمية التي يحبذها شبابها رافضين التسمية التي أسقطت عليهم ثورة الياسمين، فهي قطعا لم تكن بلون الياسمين ولا برائحته، بل كانت بلون دماء ما يقارب 400 شهيد ودموع أمهاتهم. اضطر قائد طائرة للهبوط الاضطراري في اسطنبول. وتقول صحيفة العربي الجديد إن الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط هبطت اضطرارياً في مطار اسطنبول بسبب مشكلة نشبت بين الركاب. وتقول الصحيفة إن مشادة حصلت بين راكبين وتطور الأمر إلى الاشتباك واللكم والضرب ليتدخل أفراد من طاقم الطائرة. وتضيف أن المشكلة بدأت بمضايقة أحد الركاب لمضيفة على متن الطائرة، حيث طلب منها عدة أشياء مرارا ثم تهجم عليها بشكل عنيف فتدخل راكبان آخران. وعندما هبطت الطائرة ألقت الشرطة القبض
على أحد الركاب الذين تسببوا بنشوب المشكلة على الطائرة التي كانت قادمة من بيروت ومتجهة إلى لندن. صحيفة الحياة بين أخبارها الأكثر قراءة عنونت: العثور على فتاة أمريكية خطفت عقب ولادتها قبل 18 عاما. تقول الصحيفة إن السلطات الأمريكية في ولاية ساوث كارولينا عثرت على فتاة خطفت بعد ولادتها قبل 18 عاما من مستشفى في ولاية فلوريدا وهي على قيد الحياة. وأكد مكتب المسؤول الأمني أن الفتاة بصحة جيدة، مشيرا إلى أن السلطات تتبعت حوالي 2500 خيط للتحقيقات منذ الخطف، وحتى حصل المكتب على معلومات سرية العام الماضي أدت إلى حل القضية. وكانت الفتاة حينها تبلغ من العمر 8 ساعات فقط عندما خطفتها امرأة تدعى ويليامز، وقد تظاهرت بأنها عاملة للرعاية الصحية في المركز الطبي الجامعي، حيث أكدت ويليامز لوالدة موبلي أن طفلتها تعاني من الحمى وتحتاج إلى فحوصات مستعجلة، وأخذت الطفلة دون عودة. وقفة للعام الجديد، تحت هذا العنوان كتبت فاطمة الشديدي مقالها المنشور في صحيفة القدس العربي عن أسئلة يفترض بنا أن نودع بها أعوامنا ونستقبل غيرها. هل صرخنا ما يليق بنا من الصرخات في وجه الحياة الفجة، القلوب السوداء والضمائر النائمة واللسون المسنونة والقيد المتحفز؟ هل قلنا لا بشكل نقي يشبه البلور ويشبه إيماناتنا العميقة بالخير والحق والعدالة، للوهن الرابض فينا وللعادات الوقحة التي تحد من تحررنا وللماضي الرتيب الذي يحتجزنا في خانته وللفوضى والعبث اللذين يجرانا نحوهما وللعصابات الكثيرة التي تنتشر حولنا للزيف والكذب والنفاق والخوف الذي يسكن الكثير من النفوس؟ هل نفضنا عنا الكثير من الغبار والشر والحقد والبريق والسعي وراء السطحي من الأشياء لنصبح أكثر رقياً ونبلاً في عبورنا الخاص؟ هل آمنا بالله كما يجب وبأنفسنا كما يجب وبالكتابة كما يجب وبالحياة كما يجب وبالإنسان كما يجب؟ هل لوحنا للعام المنصرم بخفة ورشاقة لأننا لم نؤجل الكثير من المشاريع التي تكلست على ظهره وسنحمل القليل منه ومن أحلامنا ومشاريعنا للعام القادم وبنية صادقة لتحقيقها؟ هل غفرنا لأنفسنا وتصالحنا معها؟ هل غيرنا طريقنا الذي كان يمكن أن يتقاطع مع آخرين لنشعر بالأمان والهدوء والسكينة بعيداً عنهم؟ هل تعلمنا كيف نتقبل الآخر كما هو ونحترمه كما هو؟ وكيف نزرع زهوراً صغيرة على شرفات أرواحنا للقادم ستنمو خيراً ومحبة وجمالاً؟ يجري في منطقة بورغندي الفرنسية بناء قلعة بتقنيات وأدوات القرن 13 الميلادي، ويستخدم العمال في القلعة أدوات قديمة دون أي تدخل حديث، وقد وردت صور العمل في صحيفة الإمارات اليوم نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.